السلام عليكم. الليلة العيد وأنا من بلادي بعيد، ما في فؤادي لطوفان الأسى من مزيد. قلبي بوادي بنا وبين وادي زبيد، هايم روحي أسير الغربة القاسية. هذه اللحظة الوجدانية التي صاغها مطهر الإرياني كانت مقطوعة من شجن العيد بصوت علي السمة وتعبيرا خالصا عن الشعب من وحي محنته الخاصة. ذلك الشجن الجريح يتجدد اليوم مع اتساع نطاق العنف والخراب الذي صادر حق الحياة من ملايين اليمنيين داخل وطنهم وخارجه، ومثلهم في دول أخرى من منطقتنا جراء الحرب التي فرضها المتآمرون على حق الشعوب في نيل الحرية وإرساء أسس جديدة لحكم ديمقراطي يعيد الاعتبار للإنسان ولحريته ولكرامته. هذه هي القصة باختصار، قصة حرية يتحمل اليمنيون كل هذا العناء من أجل ألا تضيع من بين أيديهم مجددا. غربة وتشرد ليس خارج الوطن فقط، بل وهذا هو الأقصى داخله. عيد تبدو معه حتى الأغاني التي ترسخ معها إحساس أصيل في وجدان اليمنيين بنكهة العيد ورونقه، لم يعد بإمكانها أن تستثير الإحساس المنعش ذاته بالعيد وبحضوره وبطقوسه التي تستأثر باهتمامنا كلما تجدد الموعد مع الأعياد. الحرب فعلت فعلها بالعيد وبحق اليمنيين في الاستمتاع بهذه المناسبة الدينية التي يستجمع فيها الإنسان مشاعر الفرح ويبثها دفعة واحدة في محيطه. المشاعر في هذا العيد محملة بالأسى على من فارقوا الحياة وأصيبوا وتشردوا كتداع خطير للحرب التي تكاد تعصف بكل شيء. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة من المساء اليمني سنحاول أن نرصد حالة العيد في وجدان اليمنيين التي انعكست في أغاني الفرحة بالعيد وباللوعة من البعد عن الأوطان. أرحب فيها بضيفي هنا في الاستوديو الإعلامي عبد الله الحرازي. مساء الخير أستاذ عبد الله، وكل عام وأنت بخير. وأنت بألف صحة وسلامة، وكل شعبنا ومشاهدي بلقيس وكل الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله بألف خير وعافية رغم الأوجاع. وأنت بألف خير أستاذ عبد الله. دعنا بداية أن أذهب لمشاهدة هذا التقرير ونعود بعده للنقاش. والليلة العيد وأنا من بلادي بعيد، ما في فؤادي لطوفان الأسى من مزيد. قلبي بوادي بنا وبيا ووادي زبيد، هايم وروحي أسير الغربة القاسية. لم تعد وطأة العيد قاسية على الذين ناءت بهم الظروف بعيدا عن اليمن، فهي تشمل حالة جديدة من الاغتراب هذه المرة داخل الوطن نفسه الذي تحول معظمه إلى ملاذ غير آمن للملايين من أبناء هذا البلد. لماذا تتعمق الغربة في الذات اليمنية إلى هذا الحد؟ سؤال برسم التشوه الذي أصاب البعض ممن استبدت بهم نزعة الاستحواذ على السلطة، حتى لو ارتفعت قيمة الفاتورة التي يدفعها اليمنيون جراء ذلك من دمائهم وأعراضهم ومن حقهم في الحياة. خلف هذه المفردات الجارية على الألسن المحمولة على لحن بديع مع كل عيد يمر على اليمن، يختفي في واقع اليمنيين هذه الأيام أنس العيد وبهجته. البعيدون عن اليمن أسعد من غيرهم بالتقاط لحظة الأمان المفقودة في بلدهم، لكن ذلك ليس إلا طيف، إذ سرعان ما تجرفهم موجة القلق وتلقي بهم في قعر الواقع المؤلم في بلدهم. لا شيء أقصى من أن تزداد وطأة الغربة في الوطن، وهو أمر يتحقق عندما يفقد المرء صلته بالمألوف بالملامح وبالتفاصيل التي تتجدد مع عودة العيد. فما بالك عندما يجد المرء أن كل هذا قد ضاع في ثنايا هذا الحطام الذي بات البعض محروما حتى من إطلالة سريعة عليه ولو من بعيد. العيد في يمننا المنهك ينحشر أكثر فأكثر في ثنايا هذا الإيقاع المبهج الذي بات أبعد ما يكون عن الوجدان المكلوم لليمنيين. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نتحدث فيها عن العيد في الغنائيات اليمنية. أجدد ترحيبي بالأستاذ عبد الله الحرازي، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الله. لو تحدثنا عن الأغاني اليمنية، وخاصة يعني هي بطبيعة الحال حاضرة في كل المناسبات اليمنية، نفرد حديثنا عن العيد والأغنية اليمنية في العيد. تنوعت أغاني عديدة، هناك عيد للغربة، هناك عيد للداخل، هناك عيد حزين. لو تبدأنا نتحدث عن عيد الغربة. عيد الغربة كما هو واضح وجلي للجميع من خلال ما دونه هو الأستاذ
المرحوم مطهر العرياني حارس البن وحارس الضمير وحارس الوجدان اليمني رحمة الله عليه، هي مناسبة للترحم عليه. دون قصيدته البالة اللي يسجل حال اليمنيين إبان الحكم الإمامي، ولم يكن يدر في خلده مطلقا أن اليمنيين سيعيشون يدندنوا تلك البالة. هي ملحمة، ملحمة غنائية، هي ملحمة غنائية دونت ذلك الوجع، وجع البعد والفرقة. وللأسف تاريخ يعيدها اليوم كمهزلة، ما يحدث في الحقيقة هو مهزلة. إنما إذا ما تجاوزنا مسألة الشجن والأوجاع، فاليمن هي ذلك البلد، أو هو ذلك البلد العصي على الموت والعصي على الزمان. لا يمكن أن يغيب، هو يمرض ويتألم و تصاعد، يعني تواجهه أوقات شدة كثيرة عبر التاريخ، لكن على الأقل 5000 سنة اليمن حاضر ولم ينقطع عن هذا الحضور بالتاريخ قط مهما حاولت هذه الخفافيش. نعم، هو حاضر أستاذ عبد الله، ولكن أيضا حاضر مع الحزن. يعني كيف تفسر هذا الشجن في الأغاني اليمنية خاصة المرتبطة بالعيد؟ العيد فرحة في نهاية الأمر، ولكن هناك شجن في أغلب الأغاني التي تحتفي بالعيد. الشجن هو قدر اليمني للأسف، إلى أن يجد ذاته ويجد ويعود على المسار الصحيح مثله مثل بقية الشعوب. لماذا؟ سيطول الحديث فيها. لماذا؟ لأنه يحاول منذ عام 1962 أن يخرج من هذه الشرنقة التي وضعه فيها، مأزق تاريخي كبير متمثل بالوهم الإمامي، لكنه سيتجاوز ولطالما تجاوز. وفيما يخص عيد الأضحى تحديدا، يعني هو الأغاني العيدية فيه ارتبطت بشعيرة الحج. شعيرة الحج هذه التي كانت هي المناسبة الوحيدة لسفر اليمنيين خارج البلد، ورحلة الحج كانت من أصعب ما يكون. تبدأ بفترة زمنية قبيل الحج بحوالي شهر أو شهرين، ولكن أيضا يعني مرتبطة بحزن، هي مرتبطة يعني بحزن. من تابع أغاني المدرهة كثير بها شجن غير عادي، لأنه عادة أو اعتاد الناس على أنه الذهاب إلى الحج بتلك الظروف مغامرة، وبالتالي لا يعود منها الكثيرين. كان يذهب الحاج، وهذا مدون في أغاني المدرهة، وقد أوصى بوصاياه وربما وزع تركته. كان هو الذي يطلع على المدرهة وهو الذي يردد هذه الأغاني، وكانت أشبه بمغامرة قد يعود منها وقد لا يعود، خاصة أنه الحج يعني ارتبط بكبار السن. كبار السن أيضا لا يكون على الكثير من صعب الطريق، وكانت شهرين أو 3 أشهر الرحلة إلى مكة والعودة، حتى أنه مثلا على سبيل المؤونة كان يقولوا لا لا ما يرجع من مكة دقيق. فالحاج أيضا كانت تعلق ملابسهم للتذكير بهم، ويظل الأولاد والنساء وحتى الرجال أيضا كل من نصب مدرها أمام بيت هذا الحاج أو ذاك أو مجموعة، فيظلوا لا أريد أن أقول ينوح، وإنما يتغنوا حتى يعود يعني الغائب، حتى يعود الغائب. فهذه ارتبطت، هذا الشجن ارتبط فيما يخص عيد الأضحى على وجه التحديد. ومن هنا جاءت مسألة الشجن والبعد والفرقة. الأمر الآخر أنه دائما العيد ينكأ الجراح، سواء للمسافر أو للمقيم، للفقد، للمفارق، للفقد أساسا. عادة أنه يعني في الظروف النورمال الطبيعية، والكبير الأسرة الجد أو ما شابه الذي يكون يعني هو محور اهتمام جميع أفراد الأسرة في هذه المناسبات، عادة يتوفاه الله فيأتي العيد فينكأ. إن ذهب صغير أو كبير هذا في الأوضاع الطبيعية، فتأتي المناسبات دائما لتنكأ الأوجاع، فتصبح فتسيل الأشجان على هذه المناسبة أو تلك، وخاصة منها الأعياد. فما بالكم اليوم نحن ما من بيت يمني إلا ودخل فيه الحزن، دخله الوجع والألم للأسف الشديد. وأصبحت كل مناسبة ليس فقط عيد، وإنما كل مناسبة نفتقد فيها الأحبة، وأصبح الحال يعني أصعب من أن تدونه أغنية أو تصفه عملية يعني
فنية أو ما شابه، لكن نأمل إن شاء الله كما قلت لن نتوقف عند هذه المواجع. الحياة تستمر، ولهذا يكافح اليمنيون من أجل أن تستمر هذه الحياة واستمر نعم. الفرح وأن تعود الأعياد إن شاء الله في العام القادم وما يليه على خير، وقد وجد اليمنيون طريقهم إن شاء الله وانتهت هذه الإشكاليات والانقلاب على وجه التحديد. نعم، إذن دعنا نستضيف أيضا معنا في نقاشنا الجميل لهذه الليلة الأستاذ فؤاد الشرجبي مدير البيت اليمني للموسيقى من صنعاء. مساء الخير أستاذ فؤاد، وكل عام وأنت بخير. مساء الخير، مساء الورد، وكل عام وأنتم طيبين بإذن الله. أهلا بك معنا أستاذ فؤاد في هذه الحلقة. لو بدأنا بالحديث معك عن الأغاني العيدية كمدرسة أو كلون في الفن اليمني قديما وحديثا، كيف تلخص الحديث عنه؟ هو في البداية أنا أحب أن أهنيكم بهذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأنت وأهنيك أختي آسيا وصديقي عبد الله الحرازي وجميع أصدقائنا في قناة بلقيس. نعم. الحبيبة سواء الأخت هنا وأحمد الزرقة ومنصور وسهى وأزهار وعبد الله الجميلي، وأنت كذلك. كل وأنت بألف خير. أنا سعيد بالتواصل معكم في هذه المناسبة. نعم. مش عارف، أنا بداية البرنامج شايف أنكم متشائمين وفي جو من الكآبة وإحنا في عيد. يمكن يا أستاذ فؤاد لأن إحنا في الغربة ونستشعر هذه الأغاني التي بها حزن وبها ألم، يعني جت على مشاعرنا، يعني جت على الجرح. أنا أذكر عادة قرأت بوست الأخت أزهار بتقول فيه أنها عادت للون الصنعاني. نعم. الأغاني اليمنية. نعم نعم. الحنين إلى الوطن والحنين إلى البلد والحنين دائما يولد هذا التمسك بالغناء وبالتراث وبالملابس حتى يعني. على كل حال هو الشعب اليمني حقا شعب يحب الفرح، شعب عظيم بكل ما تعنيه الكلمة. نعم. برغم الظروف اللي تمر بها البلد في هذه الظروف، حقا أنا الآن رجعت من الشارع وجدت الناس مبتهجين رغم كل الصعوبات. الحمد لله. صارت حتى أنه ما فيش عصب عيد، هذه المرة صارت نكتة يعني أنهم ما ذبحوش، صارت جزء من الفكاهة اللي داولها الناس. نعم. فالحمد لله أنه هو شعب أريحي، شعب جميل، وبالذات هنا في العاصمة صنعاء، والأخ عبد الله الحرزي يعرف هذا الكلام كثيرا، أنه هنا شعب يحب الأنس، يحب المرح، يحب الطرب، ودائما يعبر عن فرحته في من خلال أغاني العيد بالذات يعني. نعم. فهناك أغاني صارت خالدة في وجداننا وفي إحساسنا، كما أسعدني كثيرا عندما بدأتم بأغنية المرحوم طاهر القدياني الذي الملحمة الغنائية الذي غناها علي بن علي السما، هذه واحدة من أروع الأعمال. وبدأ في الغربة والعيد، وبعد ذلك سمعنا الآن في اضحك مع الأيام، فإحنا لازم نضحك ولازم نقول هناك كثير من الأغاني سواء في عدن، في حضرموت، في أبيان، في لحج، الكل يغني للعيد، الكل يغني للفرح مهما كانت الأزمات. حتى لو نحضر نحفي في غنائنا في مناطق الحجرية على سبيل المثال، بتلاقي النساء بيهربوا من الحزن إلى الغناء. في الحج الناس بيكون حزين على الحاجة اللي راح يحج، وكانت زمن أكيد طبعا مسألة الحج فيها جهد وفيها وقت في السفر وعناء، فكانوا دائما. طب ألا يعكس أستاذ فؤاد ألا يعكس الغناء أعلى مراتب الشجن؟ يعني حينما يصبح الإنسان في مرحلة شجن غير عادية ربما يصل به الحال إلى الدندنة، إلى الغناء، حتى لو لم يستطع أن يعني مثلا صوته غير جيد ولكنه لا يراد أن يدندن ألما فرحا. أنا أود أن تحدثني عن هذه اللفتة التي تحدثت فيها، أنت قلت أننا بدأنا حوارنا نعم تشاؤميا، ما هو اللون الفرح في الأغاني اليمنية حتى يعني نعرف الناس بها أيضا؟ هو للأسف إحنا في غناء اليمني نحن نكاد نتميز عن الآخرين، انه بتلاقي غناء الفرح عندنا وغناء دائما يكون مصحوب بالشجن، مصحوب باحساس من الداخل. فمثلا بتلاقي في اغاني الافراح انت بتسمعي اكيد لمنى علي وبتسمعي مش عارف مين، اغاني يكاد يكون فيها طابع الحزن، وهو ليس الحزن هو الفرح، ولكن فرح بشجن. بتلاقي الام مثلا بتغني لبنتها وتغني لفراقها، يعني في نفس الكلام الذي كنت تتكلموا فيه عيد الأضحى، إنه غني أغاني المدرسة بتلاقي فيها مسحة من الشجن، مسحة من ولكنها تعكس في الأصل البهجة. فهذه ميزة يتميز بها الإنسان اليمني، إنه دائما الفرح فيه
مخلوط وممزوج بأحاسيس صادقة من أعماق مشاعره. نعم أستاذ فؤاد، يعني كونك مدير البيت اليمني للموسيقى والتراث، يعني بالتأكيد أنت تلامس يعني مواهب الشباب الجدد، أنت ترعاها وتصقلها أيضا، يعني هل برأيك هل هناك إضافات جديدة قدمها الشباب الفنانين الشباب، أم أن الطابع القديم هو الذي ما زال حاضر وفارض لنفسه؟ أوكي، لو لاحظنا في هذا العيد تقريبا هناك 5 أو 6 أغاني جديدة أبدعها الشباب، لحنوها وقاموا بعزفها وتسجيلها على حسابهم الخاص. كما تعرفين حاليا لا توجد قنوات فضائية تشجع هذا الكلام، ولا يوجد إنتاج ولا شركة إنتاج، فالغريب أنه كل هؤلاء الشباب قاموا بإنتاجها على حسابهم وأنزلوها في، نعم، في اليوتيوب وأنزلوها في كثير من المواقع، وأخص بالذكر أغنية الجميلة الرائعة إبراهيم فضل. نعم، ويه عيد. فضل بابريك، نعم. أيوة، اللي هي ويه عيد بهذا المعنى. ويه. لكن هناك تلمس أيضاً لما هو قديم أستاذ فؤاد، يعني أنا أتحدث هل استطاع الجيل أن يظهر لمحة جمالية مختلفة عن دون التأثر بالجيل الماضي؟ هو طبعاً الماضي احنا يجب ان نرتكز عليه ويجب ان نستبد منه الروح، ولكن لازم يكون هناك ابداع ويكون هناك عطاء صادق. لكن للاسف سنوات طويله، عقود طويله مرت فيها اليمن بوضع كثير سيء، وكل اناء ينضح بما فيه، فلا ننتظر من شباب او من فنانين في بيئه قاتله وفي بيئه صادمه للاسف حقيقه بالذات للمجال الفني والادبي والثقافي، ان يكون هناك ابداع بكل ما تعني الكلمه. الابداع هو صحيح من المعاناه صنع الابداع، المعاناه في انتاج العمل، مش المعاناه في العيش، مش المعاناه في سبل الحياه، هذا هو الاساس. فعندما أعاني في كيف أصنع قصيدة أو كيف أصنع لحن أو كيف أعمل شيء جديد، هذا يبذل مني جهد، فلازم هناك تكون بيئة حاضنة، لازم هناك يكون في استيعاب، لازم ربما يعني أستاذ فؤاد كان للبيت اليمني للموسيقى والفنون دور بارز خصوصا في الفترة الأخيرة في مسألة رعاية الشباب واحتضان أفكارهم وتدريبهم أيضا، يعني ذلك فضل تشكر عليه أستاذ فؤاد هذه اللفتة، خصوصا أنكم استأنفتم نشاطكم رغم كل ما تحدثت عنه من صعوبات ومن حرب ومن انقطاع سبل العيش لدى الكثير. أستاذ فؤاد، يعني فيما يتعلق بالأغنية العيدية، أنت تتحدث عن 6 أغاني ربما حديثة، ما الذي لفت انتباهك في تلك الغنائيات الحديثة والقديمة؟ لا طبعا هو الأغاني القديمة بتلاقي فيها الصدق أولا بالدرجة الأولى، نعم، من الشاعر أولا ومن الملحن ومن المغني، كانوا الناس هناك يغنون بحب، يعني مش منتظرين حد يمولهم أو حد يعجب فيهم، أو كان هناك الصدق هو الأساس. الآن في هذه المرحلة أنا لاحظت أن الشباب الآن بجد يحاولوا أن يصلوا إلى هذه المرحلة، يحاولوا أن يستقروا الماضي بهذا الشكل، فهذه اللي حصلت بها في هذا العيد بالذات أنا أعتبرها محاولات كثير جيدة، ولكنها في الطريق الصحيح، فإذا استمر الوضع بهذا الشكل وبهذا الحب أنا أتوقع أن يكون هناك شيء متميز. حقيقة كثير من الشباب رائعين، كثير من الشباب كويسين، ولكنهم بحاجة إلى دعم حقيقي، بحاجة إلى احتضان حقيقي من كل الجهات. لأننا نتكلم عن البيت اللي من الموسيقى فقط، أنا أتكلم عن وسائل الإعلام الآن، وسائل الميديا هي التي صارت تصنع الفنان، صار الفن صناعة بكل ما تعني الكلمة. فنحن بحاجة أن نؤازر الشباب، أن نقف معهم وأن نصنع من فنهم شيء جميل وراقي. هذا دورنا ودوركم أعتقد، ودور كل المهتمين وكل محبين وطنهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فؤاد الشرجبي مدير البيت اليمني للموسيقى والفنون، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أستاذ عبد الله، يعني أنا أريد أن أضيف، تفضل. لفت نظري أيضا أغنية للفنان حسين محب مؤخرا، يعني أغنية عيدية، ما عيد الله في صنعاء وشيء بهذا المعنى، أيضا من الأعمال التي وصلت لنا هنا في المهجر ولآخر، ربما موضوعها، لكن لاحظت أنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنها أيضا وصلت إلى الناس. نعم، ربما يعني ساعدهم في ذلك التقنية الحديثة، التواصل الاجتماعي، بلا شك. كل ذلك يعني بلا شك. حتى في مسألة نبش القديم وما ظلم أيضا من الأغاني قديما يجد طريقه اليوم من خلال المتذوقين إلى الناشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فنجد بعض الفنانين مثل هناك فنان هضم إلى حد ما اسمه محمد الحرازي،
فلدي أغنية جميلة وهي متداولة على كل حال، تذكرها جيل معين في الثمانينات، عنوانها تقريبا عيدك مبارك وأيامك سعيدة. فدائما الشباب ينبشوا، مش بس انهم يجددوا. كثير من الفنانين ظلموا في فترة يعني قبل ظهور التواصل الاجتماعي. لن ننسى صديقك يعني نجم الدين نجمي رحمة الله عليه، يعني من أجمل الأصوات التي غنت أغاني يمنية، ولكن لم تلقى الفرصة للظهور حقيقة. تحدث الأستاذ فؤاد عن نقطة ربما هي مهمة، ما يميز الأغاني القديمة الصدق كلمة ولحنا وصوتا أيضا وأداء، يعني ما الذي تمثل هذه القيمة في الفن أستاذ؟ أنا أختلف معه في هذا الموضوع. أعتقد أنه مسألة الصدق لا نستطيع أن نحكم عليها نحن اليوم. صدق الإحساس ولا صدق يعني الإحساس حتى هذه المسألة هي تعود إلى هو نوع من الحنين يختلط بالمسألة النقد الفني يعني. هناك أغاني تربينا عليها فلامست وجداننا، وكما تفضلت كانت القنوات محدودة وما يبث في هذه القنوات يصل إلى كل الناس، فلأنها تسربت وأنا لا أنكر على إطلاق جمالها، لكن المسألة هي مرتبطة بالتلقي يعني أيضا. نعم أكثر أستاذ عبد الله، يعني لكن ألم يكن شعراء ذلك الزمن تلك الفترة يعني ملحمة كالبلاء، ألم تكن تحاكي صدقا ما يشعر به اليمني؟ كثير من الأغاني اليمنية كانت انعكاس للواقع على كل حال. على كل حال يعني أنت يعني نبهتي الأستاذ فؤاد وشكرتيه، وأنا أيضا يعني أوجه له الشكر ولكل الجهود التي تحاول دعم الشباب، لكن مما أيضا يواجه الشباب من عوائق هي أننا وضعنا ذلك الجيل كسد منيع أمامه لا يمكن تجاوزه، وضعناه كسقف زجاجي لا يمكن أن يتجاوزه. بالعكس مع اعتزازنا بالقديم نحن يجب أن نفتش في الجديد وأن نبحث وأن نشجع، ولابد يعني لكل زمان هناك من يعبر عنه وعن وجدانه وعن ضميره. لدينا مجموعة، أنا شخصيا وهذا رأيي الشخصي، لدينا مجموعة من الشعراء في هذه الفترة تجاوزوا كل من عرفنا من شعراء السبعينات والثمانينات والتسعينيات، وأنا أتحدث شعراء غنائيين وشعراء غنائيين ويعني وحتى في الشعر الفصيح وفي القصيدة الحديثة وما شابه، يعني لا أريد أن أذكر أحد هنا بالاسم، لكن تأكدوا أن لدينا مجموعة من الشعراء لو أنهم وجدوا في الثمانينات لكان وضعهم أفضل منه اليوم. فبالتالي علينا بقدر الاعتزاز بالقديم أيضا أن نبحث عن الجديد وأن يعني ألا تجد أن هناك تناقض أحدثك عنه بعد؟ أنا سأحدثك عن تجربة شخصية. تمام، بعد الفاصل إذن نأخذ هذا الفاصل مشاهدينا الكرام ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الله. كنا نتحدث عن ربما أوقعتني والمشاهدين في حيرة، بدأت تتحدث عن أن الجيل القديم ظلم، بعدين قلت نعم لو كانوا شعراء هذه الفترة في الثمانينات لنالوا من حظهم ما نالوا، يعني كيف أنا أقول أنه لكل جيل ولكل زمان. دعينا نخرج من هذا المطب إلى حقيقة أنه لكل جيل مبدعينه، ما اعتزازنا واحترامنا لكل الإبداع القديم ويعني تقديرنا العالي له لا يجب أن نضعه كما طب أمام الجدد، أنه لن تستطيعوا أن تصلوا إلى هذا الإحساس، لن تستطيعوا أن تصلوا إلى هذا المستوى. ما يحدث الآن هو هي إشكالية التمويلات التي تحدث عنها الأستاذ فؤاد، والنفس التجاري الذي طغى ربما على الأعمال، إضافة إلى عدم حفظ الملكية الفكرية، إلى مشاكل الإنتاج بشكل عام. يعني احنا شاهدنا حتى مؤسسات إنتاج محلية اتجهت إلى الإغلاق، وملاك وفنانين كبار اتجهوا إلى الاغتراب، لا أريد أن أذكر أحد بالاسم لكن هذا ما حدث للأسف. يعني كان لدينا في فترة من الفترات هؤلاء هم لا يمكن أحد أن يستمع إلى الأغنية إلا عبر شريط، وشريط يشتريه من الستيريو وهذا، لكن الآن أصبح الـ MP3 هذا هو قضى على والإنترنت أيضا قضت على مسألة الحقوق الملكية الفكرية، فبالتالي لما يكون هناك تمويل لا تصل الجهد كعائد تجاري لا يصل إلى الفنانين، وهذه إشكالية تواجه كل يعني الوسط الفني، خاصة أنه في اليمن لا يوجد لدينا أي استثمار في المجالات الفنية والثقافية.
فبالتالي من هذا يعني حتى على مستوى الحفلات الثقافية التي قد يعود ريعها جزء من بالضبط للفنان لا توجد بذلك. نعم كما تفضل الأستاذ فؤاد أنه في السابق لم يكونوا يعبؤون قد ربما يجد الفنان يجد الشاعر ويشكلوا مع بعض ثنائي بشكل أو بآخر ويبدأوا يدندنوا والراديو يسجل لهم هذه الأغنية وتبدأ تنتشر وصحيح لا يوجد أيضا عائد مادي لكن كان هناك ضبط في مسألة الانتشار وبالتالي الأغنية يسمعوها اليمنيين من يعني الحديدة إلى آخر مدال تصلوا الإذاعات اليمنية بعكس ما حدث الآن التنافس حدي يعني فإضافة إلى هذا التنافس لا أريد أن نضيف لهم مسألة أنه لن تصلوا إلى ما وصل إليه السابقون يعني نترك المجال طيب كنت أتحدث عن تجربة مثلا كان لدي قصيدة وطنية جميلة إنسانية إلى حد ما أعجب بها أحد الفنانين الأصدقاء ما أعجب قلت له إذن تفضل يعني غنيها لحنها ونشوف كان في أيضا واحدة من الصديقات أيضا لا أريد أن أذكر الاسم يعني أبدت إعجابها الشديد بهذه القصيدة وتوقف الأمر أنه نشوف تمويل طيب أشتي اسمع لحنها أشتي أشوف كذا ما توقف الأمر عند هذا المستوى الرغبة فالشاعر كتب إذا كان على الشاعر سواء أنا أو غيري كتبنا تنتهي هنا الإشكالية أنه الملحن لن مهما تفاعل مع الكلمة يحتاج إلى أن يضمن طيب أستاذ عبد الله بالعودة للأغاني في العيد نعود إلى ملحمة البالة برأيك نعم. يعني ما سر ارتباط الشجن والعاطفة في هذه الأغنية خاصة يعني مع الوضع السياسي والاجتماعي هناك ارتباط فيها يعني تنقلت وطرحت أكثر من موضوع البالة هي يعني دونت لعصر عاش فيها اليمنيون عدة مآسي وتمكن بمهارة عالية بمهارة المشخص الدقيق الأستاذ مطهر الإرياني أن يدون مجموعة هذا ابتداء من الطاعون الذي أصاب البلاد عندما قال وماتوا أهلي ومن حظ خرجت من أرضنا يوم قالوا الطاعون دنا وماتوا أهلي ومن حظ العكر عشتنا فبدأت معاناة هذا اليتيم الذي فقد أسرته في البحث عن شقيق له لم يجد يعني تحدث عن أنه شقيقه تعرض للنهب من قبل جنود الطاغية يعني في ذلك الأيام ذكرت أخي كان تاجر وإن ما جاء فرش جو عسكر الجن شلوا ما معه من بقش سألت عنه فقالوا سار أرض الحبش فقال والبحر قلت البحر وسعيه فبدأ رحلة البحث عن شقيقه الذي سبقه في الاختراب وتجددت هنا القصة المغترب والتنقل في البلدان والبحث عن مصدر الرزق والحنين مرة أخرى للوطن المناسبات التي كانت تنكأ جراحه ومنها ما بدأتم به حلقتكم هذا المساء طيب أستاذ عبد الله هناك أيضا أغنية أنستنا يا عيد التي تبدأ بكلمة أضحك مع الأيام كيف تقرأ مثل هذه اضحك على الأيام على من تفاصيل يعني من وجهة نظرك ما الذي جعلها حاضرة ومتجددة في كل عيد لليمنيين أنا أتصور أنه ذات السبب الذي بدأنا به الحديث الآن أنه لدينا مواجع ولا بد أن نقفز إليها كما طرح الأستاذ فؤاد أيضا في مداخلته أنه اليمن بلاد تتعالى وتتسامى على أوجاعها وتبحث عن الحياة وبيقول اضحك على الأيام وبرد من الأوهام إلى آخر القصيدة للشاعر الراحل أيضا عباس المطاع فبالتالي نلاحظ أنه من مطلع القصيدة أنه يحاول أن يقفز على وجعنا حتى إن كانت على المستوى الشخصي وقل لمن مش عارف إيش مش وقت يا أخي عيد ما أتذكرش الكلمات وإن كنا يمكن ندندن بها يعني كثير فهذا هو السبب أنه بدأها بهذا المطلع بالقفز على المواجع وأنه اضحك على الأيام وبرد من الأوهام ومش وقت يا أخي عيد على أساس أنه فليكن العيد مساحة وفرصة للفرح نتحدث عن ذلك أكثر باستضافتنا للدكتور نزار عبد غانم المؤرخ في الموسيقى والباحث في التراث من الخرطوم مساء الخير دكتور نزار
كل عام وأنت بخير وبصحة وسلامة دكتور نزار. العيد والغربة وفي الأغاني، هذا الترابط الجميل دكتور نزار ماذا يعكس من وجهة نظرك؟ المقام الأول يعكس ثراء ثقافي للرقعة اليمنية في كل تجلياتها وتمظهراتها، وهذا يعني هذا الثراء أيضا موجود في ما يدخل بالصفات الأم. نعم دكتور. نعم. دكتور نزار، يعني هل نستطيع أن نقول أن العيد كان أكثر إثارة للشجن الفني لدى الشاعر الغنائي اليمني في الداخل والخارج؟ يعني هل نستطيع أن نقول أن مناسبة كالعيد هي كانت أكثر إثارة ل يعني إثارة لشجن الشاعر الغنائي؟ الغربة تقصدي يعني؟ تقصد دكتور لا أسمعك جيدا، ولكن أنا أسألك يعني سأحاول أن أرفع صوتي، ربما أيضا أنت لا تسمعني، يعني كمناسبة أنت قلت أن هذا يعكس ثراء شديد في اللون الغنائي اليمني، ولكن بالنسبة للعيد هل تعتقد أن يعني هناك من يرى أن العيد هو مناسبة تشكل أكثر يعني إثارة للشجن اليمني لدى الشاعر، هل تتفق مع هذا القول؟ يعني انها محطه الشعر عالميا مش بس يمنيا، في هذه المحطات والفواصل الاجتماعيه وظائف اجتماعيه لها ابعاد، يستجيب لها الشاعر ويستجيب لها الفنان، لانه احنا عندنا موسيقى بحته، احنا عندنا اغاني، والاغاني هذه كمان ايضا ترافق بالاداء الحركي يعني الرقص وكذا، فهذا الفن ايضا شعبوي، وليكون فيه الشخص متلقي ومرسل ومرسل ومتلقي في نفس الوقت، وهذا كما قلت من الثراء الذي موجود في ثقافتنا. اذا كان انت تتحدثين عن اغنيات العيد، الاعياد نفسها في اليمن لا تنحصر في الاعياد التي نشترك فيها عالميا او اسلاميا ولا حتى كمان المناسبات حتى الوطنيه. انا اعتقد انه الفعل الاجتماعي في اليمن كالزراعي مثلا يجعل موسم الحصاد زي مبكر وكذا، عندنا اسماء لهذه الشهور التي يتم فيها الحصاد في دولة اقتصادها الزراعي كان بالدرجة الأساسية. صحيح. أيضا في المدن ما يعرف بالغناوي عند النساء لم تحضر حتى في فترات القمع والتحفظ الشديد عليها، فقراءة المشهد العيدي في حضارة متكاملة وايضا ممتد يعني افقيا عموديا كاليمن يجعل ان احنا باداء اكثر من شيء. مثلا انا اتصور انه البرعي عبد الرحيم البرعي لما تلنا انشاده ديني يا راحلين الى منى بقيادي اللي لا يمكن من حوالي 500 سنه وهي تغنى عند المسامع في تهامه، فهذه ايضا اكتفاء بذهاب الناس الحجيج الى ونحن الان في عيد الاضحى، فالالمام بتفاصيل اكثر عن عمق التراث والتاريخ اليمني يجعلنا اكثر قدره على ان نشوف ايش الذي يمكن يحشر ضمن هذه الاغنيات التي تقوليها. مثلا في القرن هذا الشيخ علي ابو بكر باشراحيل هو من اساطير من غنوا الغناء الصنعاني، ولكنه هناك لحن واحد يتيم قام بادائه شخصيا وبتسجيله في الاسطوانات، هو حبيبي ان هذا يوم عيدي فما لك لا تزرني على الوعود لقد ذهب الصيام وحل فطر انا افطر من نساء. هذه يعني بمناسبه عيد رمضان، فدي مثلا لما لحنها في يمكن في العشرينات والثلاثينات كانت الشاعر اسمه عبد الرحمن العتمي قدم من تهامه الى عدن. نعم. في فتره الاحتكاك الادريسي وكذا، يعني تجد ان علي ابو بكر بشراحيل من اجل العيد خرج عن كونه مقلدا بارعا. نعم.
وكل الذين قلدوا فيما بعدهم مشوا على تياري أو أكثرهم، ولكن في محطة العيد هذه انفرد بهذه الأغنية التي تجدينها في كتاب شعر الغناء الصنعاني. فكلما كان في أنسة بينه وبين التاريخ وقراءة ناقدة سوسيولوجية أيضا للتراكمات الإبداعية والأجيالية في اليمن، سنجد أن الذي نتحدث عنه هو في الحقيقة مقاربة لشيء أكبر ربما وأكثر خصوبة، ويعكس في النهاية ثراء الثقافة اليمنية. نعم، يعني ما يعكس هذا الثراء دكتور غانم؟ يعني انت نزار عفوا، يعني تتحدث عن ثراء شديد في الفن اليمني وتنوع، ولكن هناك قلة ايضا في عدد الدارسين لهذا الفن والمؤرخين ايضا، يعني كيف تفسر ذلك؟ خاصة يعني وهناك غياب تام يعني او قطيعة ربما للجيل الجديد الذي لا يعي او لا يعرف كل تلك التفاصيل، حتى كتب المصادر نعم حتى الكتب والمصادر كما تحدث، يعني كونك متخصص في هذا المجال بالتأكيد عانيت. ليس فقط متخصص، نعم، وإنما ابن المتخصص الوحيد، ومن يعني الدكتور الراحل عبد الغانم يعني رحمة الله عليك. نعم، أخ عبد الله أنت دائما تستثمن ذا ورم، يعني عافاكم الله دكتور. أنا بقول حاجة، أنا تفضل. بقول إنه جهازكم هذا مثلا الفضائي وأمثاله هو القانون بأنه يحل هذه الفجوة من حيث إيه؟ تقديم الدرامي والمغاير لمحطات، خلينا نقول محطات الإبداع اليمني بصفة عامة، بشكل يمكن أن يتقبله الشباب من الجنسين، هو فعال كثير أكثر من أنه مثلا أنا أصدر كتابا آخر فوق الذي أصدرته، أو جابر علي أحمد أيضا يضخ كتابا، نعم، أو فهد الشعيبي، نعم، أو كذا، لأنه حقيقة في شموع في الظلام، وأنا لم أذكر له إلا جميل. لكن هناك شموع في هذا الظلام، صحيح. إنما يمكن اليمن ما حظت بشيء من الاستقرار، صحيح. خلدون دائما يقول إن الاستقرار هو الذي يولد الفن، نعم، وعدم الاستقرار هو أيضا الذي يطيح بالفن وصناعة الغناء عموما يا دكتور الذين كتبوا، يعني إنما نعم. بقول أنتوا يعني كاتب بيقول ما جمهوره ويمكن يعني يقدم رؤية لحلقات بحيث انه يكون هناك تراكم معرفي واستمتاعي بنفس الوقت وينمي ذائقه مشتركه، لان هذا يخلق مجايله. نحن نعم. الان لا نريد ان يكون هناك هذا يعني البعد لا سمح الله بيننا وبين الاجيال التي بعدنا وكذا، لان ما يعمق الوحده الوطنيه واللحمه الاجتماعيه هو ان تكون هناك مشتركات في الذائقه، صحيح، الجمالية. وأنا حقيقة يعني أرد الكرة إليكم في بلقيس يعني. نعم دكتور، يعني بإذن تعالى أن يعني يتم تبني مثل هذه الفكرة القيمة، خاصة يعني ونحن نسعى لبناء يمن جديد وجيل واعي، ويعني سيشرفنا كثيرا يعني وجود قامة فنية مثلك دكتور نزار عبد الغانم. شكرا جزيلا لك، المؤرخ والباحث في الموسيقى والتراث، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم. عودة لك أستاذ عبد الله. طرح الدكتور نزار يعني نقاط مهمة عديدة. دكتور نزار دعيني أقول وأن تفضل. يعني غادرنا في مداخلته، يستمع إليه إن شاء الله. لأنه دكتور أنا يعني حضوره الليلة ومداخلة الليلة أعادت أثارت فيني الشجن الشخصي إلى الجلسات الرائعة في ديوانيته التي نعم. كان يديرها في صنعاء، في منزله بصنعاء، وكانت تجمع كل المهتمين والمبدعين الجدد. كان دائما كل من يطرق بيته مزار فني باب يعني الغناء كان عليه أن يحمل عوده ويأتي ليأخذ ما يشبه الإجازة من الدكتور نعم. نزار. وكانت من أروع وأمتع الجلسات هي الجلسات التي تديرها في ديوانيته نعم. لعل الزمان إن شاء الله يعود ونجتمع مجددا في
في مثل تلك الجلسات وتلك وذلك العمل الثقافي. نعم، يعني نتطرق يعني لما طرح الدكتور نزار من يعني تغييب لذاكرة جمعية جميلة ربما هي ستعيد النسيج الاجتماعي، ستعيد اللحمة الوطنية، ستعيد كثير من لو طرقنا باب الفن. يعني نحن نفتقر كثيرا للسينما، للمسرح، للمسرح الغنائي، مشروع أيضا ثقافي بشكل مشروع ثقافي مشروع بشكل ثقافي بشكل حتى على مستوى الصحيفة، واحدة على مستوى المجلة، هذه واحدة من المثالب التي استطاع أن ينفذ منها الارتداد إلى نعم. إلى يعني عمق الجمهورية. كان هناك دائما، وأنا أردد دائما، أنه ظلت الثقافة كمشروع مؤجل إلى ما بعد الخبز، فلا أتى الخبز ولا قامت الثقافة. على ذكر المسرح والغائب الأوحد وربما بقرار سياسي كان دائما غائبا، وهو أبو الفنون كان دائما غائبا عن الساحة اليمنية، وأكرر بإرادة سياسية، يعني لم يبنى مكان، لم يهتم بالمبدعين فيه، لم يعني المسرح وسيلة خطيرة وكانوا يرتعبوا منها. أنا من الأشخاص الذين عانيت ربما نعم، وحضرت يعني كانت تحضر البروفات مع مندوب من الأمن السياسي، لا يمكن أن والله حضرت، وهي يعني مسارح بسيطة ليست على مستوى نعم مسرح، والمؤدين ممثلين موظفين حكوميين بوزارة الثقافة، ومع ذلك مندوب من الأمن السياسي كان موجود فيه. أنا استغربت في يومها بشدة، وبدأت التساؤل حول وضع المسرح. عموما نعود إلى الأغنية. الأغنية كما يصفها يعني كل علماء الاجتماع يعني وبالذات ابن خلدون، أنه صناعة الغناء هي آخر ما يبنى في أي حضارة، مثل الكرزة على على على, على الكعكة أو التورتة بالضبط. ولهذا هي مقياس مهم لأي حضارة، ومقياس مهم أيضا للعمران الذي يعني العمران كان يقصدون به الحضارة، فهي أول ما يخرب وآخر ما أيضا يقام ويبنى. لكن لعل هذه المحنة التي تمر بها اليمن تثير هذه الكوامن، تعيد الناس إلى ذواتهم، إلى اكتشاف ذواتهم، وهذا ما نراه. وبإذن الله تنزح هذه الغمة ويعود الناس بكل الشغف الذي نلمسه في الوجدان الجمعي اليوم للتنقيب عن الدرر الغنائية. أنت تقولي اللون الغنائي، وأنا أريد أن أحتج من البداية وأقول الألوان الغنائية. لدينا في اليمن كما ذكر الدكتور ثراء أنثروبولوجي إذا صح التعبير، وأنا أقول أنه ثراء إلى حد البذخ بالذات في الجانب الغنائي تحديدا، يكاد يكون لكل محافظة أكثر من لون. وبإذن الله سيأتي الزمن الذي يعني يتم الالتفات لكل هذا الموروث وحفظه وتدوينه وموسقته أيضا، والإبداع والتجديد فيه، لأن هذا أمر مطلوب أن يقوم أبناء هذا الجيل بدورهم فيه مهما كانت التحديات والصعاب الكاملة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الإعلامي عبد الله الحرازي، كنت معنا في هذه الليلة تشرفت بهذه الليلة الجميلة بعيدا عن السياسة يعني وبعيدا بعيدا عن نعم ومع ذلك كانت حاضرة لابد إلى حد لا نعم. أشكر لكم متابعينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وبأمنه، وكل عام وأنتم بخير.